نازل شوية، أنا حابة أرفعه كده، أوكي؟ فأنا بعمل تمارين، أنا حابة أرفع الجفن كده بالشكل ده، أنا بعمل تمارين، أوكي؟ وبستخدم جهازي، وطبعا هديكم النتائج بعد كده على اللايف، هقول لكم وصلت لحد فين. هلو سويت هارت، أوكي؟ طبعا الجهاز أنا بستخدمه، بس مش هقدر أستخدمه دلوقتي طبعا. ليه؟ لأني أنا مش غاسلة وشي، لازم اكون غاسله وشي منظفه كويس، مجهزه كويس. ده طبعا الجل المائي اللي بستخدمه مع الجهاز، وببتدي اشتغل على فوق العين، اوكي؟ فانا زي ما انتم شايفين هو نازل كده، انا عايزه ارفعه كده. والله العظيم حابه ارفعه هنا، بس هشتغل عليه. انا بحب ان انا احافظ على بشرتي، بس ما بحبش اتدخل لا بابر ولا جراحه، اوكي؟ يعني لا بحب اتدخل لا بابر ولا بجراحه. طبعا الجهاز فيه برنامج، الجهاز في برنامج ليفتنج، ماشي كده ليفتنج، اوكي كده الجهاز شغال مع الاضاءات، الجل بحط على الشرايح وببتدي استخدمه على عيني، بس انا عيني عليها مكياج فمش هقدر استخدمه. طبعا انا بطلت الجهاز مرة تانية، اوكي؟ انا عايزة اشتغل على المنطقة دي عشان ترجع كده، ايه رأيكم؟ ف يعني هتشارك معاكم بالنتائج ما تقلقوش. طيب